وهذه عودة إلى موفدنا إلى الحمدانية أحمد فلاح. أحمد مساء الخير، صف لنا الأجواء لديك في الحمدانية بعد الفاجعة التي نكب بها الأهالي، تفضل. مساء الخير. يعني نحن نتواجد الآن داخل مسرح الحادث، حادث حريق قاعة الهيثم بقضاء الحمدانية. الآن يعني فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث، والآن تجري تحقيقاتها المستمرة لمعرفة ملابسات هذا الحادث. ومن معلومة جديدة حصلنا عليها قبل قليل من فرق الدفاع المدني، أكدوا أن القاعة هي تحتوي على يعني إجراءات السلامة من يعني إطفائيات وغيرها، ولكن يبدو أن هذه الإطفائيات يعني فاقدة لصلاحيتها ولم تقم بإسعاف يعني المتواجدين هنا داخل القاعة، ولم يعني ولم تعمل بسبب أنها فاقدة لصلاحيتها. نعم. طيب، المنطقة الحمدانية معروفة بترابطها الأسري، ما الذي يقوله أهالي الحمدانية ومن يحملون المسؤولية؟ نعم، الحقيقة يعني يقولون أهالي الحمدانية، السكان هنا يقولون بأنها هي فاجعة أليمة ولم تمر سابقا على الحمدانية أو على هذه المنطقة، وكذلك هم يحملون المسؤولية تحديدا لصاحب القاعة ولكل القائمين على هذه القاعة ولكل من أعطى الموافقات لإنشاء هذه القاعة على هذه الأرض الزراعية، وخصوصا هي تقع تحت كابل الضغط العالي، وهذا أمر خطير جدا. يعني الحريق الذي حدث هو يعني كان بنتيجة عدة مسببات، منها أولا يعني الألعاب النارية التي يعني قاموا بإشعالها يعني ذو العريس، هذا الشيء يعني أدى إلى إشعال النار داخل القاعة، وخصوصا أن سقف القاعة هو من مادة البلاستيك فضلا على احتوائه على القماش، مما سبب بتكثيف النيران داخل القاعة. يعني الحقيقة هي دقائق قليلة أدت إلى نشوب الحريق والنيران داخل هذه القاعة، وكما ترى يعني خلفي الآن هذا الدمار والخراب والركام الذي خلفه هذا الحريق الذي حدث بدقائق قليلة، وللأسف لم يستطع الحاضرون هنا في هذه القاعة بإنقاذ أنفسهم والخروج بسرعة، وذلك لعدم وجود مخارج للطوارئ هنا سوى مخرج واحد، والذي يبلغ عرضه مترا واحدا، وهو لا يكفي حقيقة لخروج كل هذه الأعداد التي بلغ عددهم أو الذين بلغ عددهم بألف حاضر هنا كانوا متواجدين في هذه القاعة. فيما يتعلق بالمفقودين، يعني هل جد أي جديد فيما يتعلق بعددهم بعد إجراء الفحص الحمضي لهم؟ هل هناك اللقاء قمت به أجريته مع أهالي ذوي المفقودين؟ نعم، أجرينا لقاءات عدة مع ذوي المفقودين ومع يعني مسؤولين من دائرة صحة نينوى، وأكدوا أن فحص الدي أن أي أو الحمض النووي تم إرساله اليوم صباحا وأمس الأربعاء إلى العاصمة بغداد لمعرفة أو تأكد من هوية الضحايا، ولكن لغاية الآن لم ترد لدائرة صحة نينوى أي تحديثات بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بالزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى قضاء الحمدانية، ما هي ردود فعل ذوي الضحايا والضحايا الراقدين في المستشفيات؟ نعم، السيد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني أجرى زيارة بدءا من مدينة الموصل، وذهب إلى المستشفيات، مستشفيات الحروق، مستشفى السلام، ومستشفى الجمهوري، ومستشفى البتول، للإطلاع على المرضى والمصابين هنالك. وكذلك حضر السيد رئيس مجلس الوزراء إلى قضاء الحمدانية، إلى الكنيسة هنا يعني اللقاء بذوي الضحايا، وكذلك الوقوف على ملابسات وتداعيات هذا الحادث. ولكن يعني يبدو أن السيد رئيس مجلس الوزراء الآن غادر قضاء الحمدانية، ولا نعرف الآن إلى أين ذهب. نعم، أحمد فلاح، موفد التغيير إلى الحمدانية، شكرا جزيلا لك.